الرئيس السيسي يؤكد أن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه الدولة، ويؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات. خلال قمة أفريقيا للمناخ في كينيا، مدبولي يؤكد أهمية تمويل المناخ لتحقيق التعهدات الوطنية للتعامل مع تغير المناخ. الهيئة الوطنية للانتخابات تستكمل الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية. جاءت تصريحات الرئيس السيسي في مداخلة له خلال فعاليات انطلاق المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. إن احنا ممكن وهيسعدنا واحنا مستعدين إن احنا ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي، لان هو فرصه كبيره جدا ومنصه مهمه جدا ان احنا نطرح فيها ونتناول فيها هذه القضيه الكبيره جدا، مشكله السكان. مش بس، وكنت اتمنى ان برضو كان في كلمتك بتتكلم عن حجم عدد سكان العالم، وبرضو بنظره شامله سريعه جدا عن موارد العالم هتبقى كافيه إنها تلبي هذا الحجم، مش بس على قد مصر، ولكن أقدر أقول اللي بيحدث في مصر ممكن بيكون أيضا هو شكل آخر باللي بيحدث في العالم. في دول استطاعت إن هي تسيطر على وتنظم عملية النمو السكاني، وفي دول كتير ما قدرتش تعمل ده. وإحنا هنا على سبيل المثال في القارة الإفريقية بنتكلم إن إحنا في خلال سنوات قليلة هنصل لأكثر من 1.5 مليار أو 1.6 مليار، والموارد اللي موجودة في افريقيا ضخمه جدا، ولكن لا تستطيع ان تفعل ان يعني انها تساهم في ده. فاسمح لي اقول ان احنا يعني باكد ان احنا فرصه ان احنا يعني ننظم هذا المؤتمر سنويا امر في منتهى الاهميه في ضوء الموضوع المهم جدا جدا اللي بنتكلم فيه. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن قضية السكان من أخطر القضايا التي تمس الدول. حاجة بتمر عليا إن أنا ببقى عارف إن المطلوب حجمه قد إيه، والمتاح حجمه أقل كتير من المطلوب، وبالتالي ده هينعكس زي ما دكتور خالد اتكلم وحضراتكم تعرفوه أيضا على الجودة في كل شيء. عايز تعمل تعليم كويس قوي، لا يمكن أبدا تقدر تعمل تعليم كويس قوي وتنفق على التعليم كويس قوي في حجم في ظل هذا الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة جدا. اتكلم على الخمسينات وعلى قبل كده حتى، وقال إن احنا كانت الفجوة تقريبا 10-12% ما بين قدرة الدولة ومواردها والنمو السكاني اللي موجود فيها. كان ساعتها 19-20 مليون سنة 50، وبالتالي كان الفجوة مش كبير، الفجوة التمويلية بين ده وبين ده مش كبير. بس خلي بالكم، تصوروا إن الفجوة دي ليها تراكمات على مدى 60-70، الكلام ده تقريبا النهاردة دخل في 75 سنة. التأثير بتاع ال 75 سنة في الفجوة ديت نتائجه إيه؟ نتائجه إيه على جودة المنتج التعليمي؟ نتائجه ايه على جودة المنتج الصحي اللي احنا كدولة عايزين نقدمه لمواطنينا؟ القضية بتاعت السكان في مصر وفي الدول اللي عندها مشاكل مماثلة لينا قضية انا بعتبرها من اخطر القضايا. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها. وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية. إن كتير مننا يعني متصور إن إحنا في مصر رغم كل التحديات ديت
فرصتنا في التغلب عليها مش كبيرة. لا، احنا فرصتنا بالتغلب عليها كبيرة، ويمكن ده انا يمكن هنا هخلي الشق الثاني في تعليقي يعني على الجهود اللي قامت بها الدولة خلال الثمان تسع سنين اللي فاتوا، رغم كل التحديات اللي مرت على مصر في العشر سنين دول، لكن اقدر اقول لكم ان احنا بذلنا جهد كبير جدا، مش احنا كقيادة او كحكومة، لا، كدولة مصرية بشعبها كانت فاهمة ومقدرة التحدي اللي موجودة قدامها، واشتغلت خلال العشر سنين دول بشكل يعني متسارع للغاية في كل المجالات من أجل أن هي تتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو اللي احنا عايزين نوصل لها. وحطت الدولة، ويمكن احنا موجودين النهاردة هنا في العاصمة في المكان ده، يمكن كتير من السادة الضيوف ما يعرفوش ان ده كان جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق لمستقبل أفضل لصالح مجتمعها. ال 24 مدينة اللي الدكتور خالد بشكل أو بآخر اتكلم عليهم، هو كان عبارة عن تقدير للموقف للنمو السكاني في الدولة المصرية، وقد إيه إن إحنا محتاجين نخرج خارج النطاق الضيق للدلتا اللي إحنا عايشين فيها من خلال ال 24 مدينة دول. وشدد الرئيس السيسي على أنه يمكن تنظيم هجرة مشروعة للدول التي تعاني نقص المواليد، كما شدد على ضرورة مواجهة نقص العمالة في أي دولة من خلال التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو بآخر لمدة محددة. نتكلم عن تنظيم الهجرة المشروعة، والهجرة المشروعة هنا قد تكون يعني حل، مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها، لا لا لا، انما تقدر تكون طاقه عمل موجوده تحقق عوائد للاقتصاد في الدول ديت، تساهم في الاجراءات اللي بتتكلم على توفير موارد ماليه للنظام الصحي اللي بيتاثر بالهرم المقلوب يعني. وبالتالي في فرصه كبيره جدا في دولنا، واحنا بنقول ان ده اتكلمنا فيه كتير قبل كده، قلنا يا جماعه تصوروا وادرسوا فكرة تنظيم الهجرة المشروعة أو الهجرة الشرعية بالحالة اللي بنتكلم فيها دي، إن إحنا يبقى النهاردة لو في نقص في العمالة في أي دولة ممكن أوي يتم التنسيق والتفاهم، ويبقى تقديم هذه العمالة بشكل أو بآخر لمدة زمنية محددة، ثم تعود هذه العمالة مرة أخرى إلى دولنا والدول المشابهة لنا. We'll be right back.
أهدى وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الرئيس عبد الفتاح السيسي نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وذلك عقب إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة. جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 تحت عنوان سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة. وقال وزير الصحة إنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ودستور جمهورية مصر العربية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي تبنى محاوره على التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي والتحول الرقمي. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية للمعرض الطبي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. وخلال الجولة استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من وزير الصحة خالد عبد الغفار عن مكونات المعرض الطبي للمؤتمر العالمي الذي يقام على هامش المؤتمر لاستقبال العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تمويل المناخ هو الركيزة الأساسية التي تمكننا من تحقيق الأهداف المناخية والتعهدات الوطنية، ولا سيما بالنسبة لقارتنا الأفريقية، مستعرضا رؤية مصر في هذا الصدد. وجاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء خلال جلسة الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ لقمة أفريقيا للمناخ التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. وأشار مدبولي إلى أن التقديرات الدولية الحالية لتكلفة تنفيذ التعهدات المعلنة من الدول النامية تبلغ حوالي 5.6 تريليون دولار حتى عام 2030. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن رؤية مصر حول موضوعات تمويل المناخ تتمحور حول عدد من النقاط، من بينها إعادة النظر في أدوات التمويل المتاحة حاليا وتحول إلى التمويل الميسر. وخلال كلمته بجلسة أجندة المناخ الدولي أكد مدبولي ضرورة إعادة تفعيل آلية واحدة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية. ويمثل اجتماعنا هذا فرصة ممتازة لتناول موضوعات تمويل المناخ وتتمحور رؤية مصر في هذا الصدد حول العناصر التالية: أولاً، ضرورة إعادة النظر في أدوات التمويل المتاحة حالياً والتحول إلى التمويل الميسر والمنح لتسريع وتيرة التحول المطلوب. ثانياً، أهمية مراجعة معايير تدفق الاستثمارات لضمان حصول القارة الأفريقية على نصيبها العادل من التمويل. ثالثاً، التأكيد على أن تمويل المناخ وهو تمويل جديد وإضافي وليس سحباً من مخصصات الدعم التمويلي التنموي الدعم التنموي. رابعاً، ضرورة العمل على تفعيل آلية واحدة وفعالة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية من خلال آلية فعالة لتحويل الديون إلى تمويل المناخ. وعلى هامش مشاركته بقمة أفريقيا للمناخ في كينيا، عقد رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتيت ميمونة محمد. وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة على قيادتها المتميزة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ونجاحها في تحويل العجز المالي إلى فائض. ومن جانبها أعربت المسؤولة الأممية عن شكرها لمصر على دعمها ومساندتها لجهود الهابيتات، كما أكدت تطلع البرنامج لفعاليات النسخة 12 من اجتماعات المنتدى الحضري العالمي عام 2024 والتي تستضيفها مصر.
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة اجتماعا لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة. وخلال الاجتماع تم مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذلك الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية. هذا وقد قرر مجلس الإدارة قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقا لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22 و23 لسنة 2019، والمنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات. هذا وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول تمة أخبار أو بيانات تخص الهيئة الوطنية للانتخابات إلا من خلال قنواتها الرسمية. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. تتواصل اليوم جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن. وخلال اجتماع اللجنة تمت الإشارة إلى أن التضخم ظاهرة عالمية تصيب كافة اقتصاديات العالم المتقدمة والناشئة، ولكن بمعدلات متفاوتة، وأنها تظهر حين يتواصل ارتفاع الأسعار مقابل الانخفاض المستمر في قوة النقود وبالتالي تراجع القوى الشرائية. وقال المشاركون في اللجنة إن التضخم يتسبب في العديد من المشكلات المجتمعية والسياسية والاقتصادية. وفي إطار مناقشات المحور الاقتصادي، بحثت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي. كما أكد المشاركون ضرورة تصنيف المشكلة ووصفها بهدف التوصل للحلول لرفعها لمتخذي القرار. قال أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أكمل نجاتي إن الجلسة الحالية ناقشت ملف الدين العام وتم تقديم مقترحات وحلول خارج الصندوق في هذا الصدد. وأكد نجاتي أن الجلسة ناقشت ملف الدين الداخلي أيضا، وتم طرح حلول لمعالجة عجز الموازنة والخلل الاقتصادي. جلسة معناها جلسة عامة لكنها جلسة متخصصة، لأن كل الموجودين فيها متخصصين وخبراء في هذا الملف، وملف الدين هو ملف اقتصادي علمي لا يمكن التحدث فيه دون علم أو دراية. الحقيقة أن الحلول النهاردة التي قدمت في الجلسة كانت حلول خارج الصندوق. احنا في تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين تحدثنا عن بعض الحلول وتقدمنا بورقة عمل عنها، مثل مبادلة الأصول الغير مستغلة لبعض الشركات العامة أو الهيئات الاقتصادية مقابل الديون اللي عليها لبعض البنوك العامة أو بنك الاستثمار القومي، لأن ده بالتالي هيخفض خدمة الدين المستحقة على هذه الديون. قال نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية علاء عبد النبي إن جلسة الحوار ركزت على مناقشة توطين الصناعات الجديدة خاصة ذات قيمة المضافة العالية كالإلكترونية والتكنولوجية. وأشار عبد النبي إلى مناقشة أهمية المشاركة بين الهيئات المختلفة للمساهمة في عملية التوطين. بخصوص التوطين، يبقى أنت بتتكلم على الصناعات الجديدة. إحنا بنؤمن كحزب بتوطين الصناعات وخاصة ذات الصفة ذات
القيمة المضافة العالية، وهي صناعات الإلكترونية والصناعات التكنولوجية وصناعات الأدوية والصناعات العسكرية وصناعة السيارات الكهربائية. وللمزيد حول أهم ما تمت مناقشته خلال جلسات اليوم مع زميل مصطفى ميزار موفد التلفزيون المصري. انتهت جلسات اليوم الثاني من الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني والذي دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي، وتلقفت هذه الدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب ودعت كافة ممثلي فئات الشعب المصري كجهة مستقلة وكجهة محايدة. في اليوم الثاني من الأسبوع السادس مشاهدين الكرام كان الحديث عن بعض اللجان المتعلقة بدعم الصناعة في مصر ودعم الأسعار في مصر ومحاولة تقليل الفجوة ما بين الاستيراد والتصدير والوقوف على كافة المشكلات التي تواجه القطاع الاقتصادي في مصر. لجنة التضخم وغلاء الأسعار كان في داخلها مصادر لارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء من على كاهل المواطن. وأما بالنسبة للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي للدولة فكان الحديث عن بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي. وأما لجنة الصناعة فكان الحديث في داخل هذه اللجنة عن أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط وكانت الصناعات القائمة والمتعثرة وأيضا الصناعات الجديدة. ناقشت هذه اللجان العديد من التحديات الاستراتيجية التي تواجه كل لجنة على حدة، فلجنة التضخم وغلاء الأسعار كانت تناقش أسباب ارتفاع الأسعار وأسباب التضخم وإيجاد الحلول الجذرية من كافة المتواجدين داخل القاعة ودور الدولة في دعم الصناعات وفي دعم الزراعة ووجود آلية لدعم الفلاح المصري ودعم كافة الأسر الأولى بالرعاية. الحديث أيضا كان عن وجود شمول مالي مختلف ومتنوع وعن شمول الموازنة ووحدة الموازنة والسياسات وإيجاد حلول وإيجاد أيضا وحدة وسقف للدين العام. بالنسبة إلى لجنة الصناعة ناقشت العديد من الاستراتيجيات المتعلقة بدور الجهات في الدولة المتعلقة بدعم الصناعة والوقوف بجانب الصناعات المتعثرة ودعم شباب المصدرين ودمجهم في اتحاد الصناعات المصري والمحاولة بالوقوف بجانبهم لدعم كافة الصناعات التحويلية وتشجيع التصدير من خلال الصناعات المصرية وتشجيع الأيدي العاملة في مصر. بالنسبة إلى لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي فكان هناك عدة بدائل لخفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي. إذن الحوار والنقاش داخل القاعة في اللجان الثلاث المختلفة كان حول آليات وحول استراتيجيات مختلفة ومتنوعة لدعم قطاع اقتصاد مصر ودعم القطاع الاقتصادي في مصر والوقوف بجانب المؤسسات الاقتصادية وإيجاد حلول جذرية وخارج الصندوق. كان كل هذا مدار على مدار اليوم بجلساته المختلفة في المحور الاقتصادي. شكرا لطيب المتابعة دائما وأبدا ودمتم في أمان الله. تقبلوا تحياتي أنا مصطفى ميزار من داخل جلسات الحوار الوطني. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بمقر الكلية الحربية. ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بمقر الكلية الحربية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة، كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان الكمسيون الطبي، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق. وناقش عددا من الطلبة المتقدمين في أساليب الاختبارات التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل مثنيا على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية في
في ضوء المنافسة القوية التي تمكنهم من نيل شرف الانضمام للقوات المسلحة. كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانيات الطالب وقدرته على اجتياز الاختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل اختبار، وأنه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، موصيا بعدم الالتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية. ثق تماما أن ما فيش حد هيظلمك وما فيش حد هيجاملك. لا نسمح لا بالظلم أن حد ياخد حقك، ولا نسمح بالمجاملة، عشان المجاملة هتبقى على حساب زميلك، فما بتسمحش لا بكده ولا بكده. يعني أنك لا تظلم ولا تجامل. طب المجاملة حاجة، الاسم كويس والشيء كويس، مجاملة أيوة، بس المجاملة دي لما تكون على حساب حد تاني ما تبقاش اسمها مجاملة، تاخد شكل تاني من الألفاظ والعبارات لا يستقيم عندنا داخل المؤسسة العسكرية. انت هتاخد حقك في كل التمارين اللي هتلعبها، اللي انت هتبذله هيحتسب لك، لن تظلم ولن تجامل. شدوا حيلكم، بالتوفيق ان شاء الله، نتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي ختام الجولة التفقدية وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق لاتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التي تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للانتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني شهدت حوارا معمقا وشاملا بشأن التعاون المشترك بين الجانبين، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني هياشي يوشيماسا والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. تم خلالها حوار معمق وشامل فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، في الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات العربية اليابانية، والتقدير لعديد من المواقف اليابانية التي تدعم الرؤية العربية إزاء القضايا الإقليمية. وأيضا كان هناك تأكيد على أهمية التفاعل الإيجابي لحل القضايا العالقة في المنطقة من خلال مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي وعدم انتهاك معايير مزدوجة. كان هناك تركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، بالإضافة إلى قضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأيضا على رأس هذه القضايا استمرار العمل لمحاربة الإرهاب وتعزيز عدم الانتشار النووي وإخلاء العالم من الأسلحة النووية. من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عمق التعاون بين اليابان والدول العربية، مشيرا إلى حرص الجامعة على تعميق التعاون العربي الياباني. أود من ناحية التأكيد على عمق علاقات التعاون التي تربط الدول العربية باليابان، وحرص الجامعة العربية على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون العربي الياباني إلى آفاق أرحب. اليابان هي قوة عالمية مهمة ولها إسهامها وتأثيرها، ونحن نتطلع كدول عربية لدورها الإيجابي على كافة الأصعدة. يهمني بداية أن أوضح أن التعاون العربي الياباني بدأ منذ 14 عاماً منذ تأسيس المنتدى الاقتصادي العربي الياباني عام 2009، والذي أعقبه عقد 5 اجتماعات للمنتدى آخرها عام 2019، إلى أن وصل حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان إلى نحو 114 مليار دولار عام 2022، حيث تصنف اليابان ضمن أهم الدول المستثمرة في الدول العربية.
من جانبه أكد وزير الخارجية الياباني هياشي يوشيماسا أنه تم إجراء مناقشات غنية حول آفاق التعاون الياباني العربي. وأضاف وزير الخارجية الياباني أن الاجتماع أكد على ما يشهده الشرق الأوسط من تحولات تتطلب بناء شراكة بين اليابان والدول العربية لمواجهة القضايا المختلفة. أجرينا نقاش مثمر جدا حول آفاق التعاون الياباني العربي والأوضاع الإقليمية والدولية، وفي الاجتماع أشرت إلى أن المجتمع الدولي يشهد حاليا نقطة تحول تاريخية وتكون ديناميكية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يجب أن تتغير العلاقات بين اليابان والدول العربية أيضا، وبناء على ذلك ولبناء شراكة مع الدول العربية للتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، قد طرحت اقتراحا لثلاث ركائز للتعاون المستقبلي. الركيزة الأولى هي العمل المشترك من أجل الازدهار. الركيزة الثانية هي الجهود من أجل ترسيخ السلام، ونقوم بالمساهمة في هذا المجال من المنظور بعيد المدى من خلال الاستمرار في الدعم الدول والمناطق التي تعاني من الأوضاع غير المستقرة مثل فلسطين. الركيزة الثالثة هي الجهود من أجل الحفاظ على وتعزيز النظام الدولي الحر والمنفتح القائم على سيادة القانون من خلال الحوار والممارسة. أكدت وزارة الخارجية أن الاجتماع الأول لآليات المشاورات الثلاثية على المستوى الوزاري بين مصر والأردن واليابان انعقد على هامش أعمال الحوار السياسي الوزاري العربي الياباني الذي استضافته جامعة الدول العربية بالقاهرة. شارك في الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا. وفي بيان لها أوضحت وزارة الخارجية أن اجتماع آلية المشاورات الثلاثية أكد التزام الدول الثلاث بمواصلة توسيع أوجه التعاون بينهم لتضم مجموعة واسعة من المجالات، وذلك بهدف استفادة أكبر عدد ممكن من دول المنطقة. أعلنت روسيا أن أوكرانيا استخدمت طائرة مسيرة أسترالية لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية، وأن أستراليا تتورط بشكل متزايد في الصراع. واتهمت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الحكومة الأسترالية بأنها تساهم بحماس على حد وصفها في الحملة المناهضة لروسيا. تسلمت القوات المسلحة الأوكرانية ذخيرة منتجة حديثا للدبابة الألمانية جيوبارد المضادة للطائرات. من جهته قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في المجالات التي تشكل نقاط قوة لألمانيا، وهي المدفعية والذخيرة والدفاع الجوي والأرضي. وحتى الآن سلمت ألمانيا 46 دبابة مضادة للطائرات من طراز جيوبارد إلى كييف، مع خطط لشراء 6 دبابات أخرى. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. فرنسا تبدأ مباحثات مع النيجر لسحب جزء من قواتها، والصين تعتزم القيام بدور وساطة في أزمة النيجر. أفادت وزارة الجيوش الفرنسية أن فرنسا بدأت مباحثات مع الجيش النيجيري لسحب جزء من قواتها، يأتي ذلك بعد شهر من إلغاء المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة عددا من اتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين. وذكرت الوزارة أن المناقشات بدأت حول انسحاب بعض العناصر العسكرية، لكن حتى الآن لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين، حيث ينتشر حاليا نحو 1500 جندي في 3 قواعد في النيجر. أعلنت الصين عزمها القيام بدور وساطة في الأزمة السياسية في النيجر، وأكد السفير الصيني في نيامي جيانغ فينغ عقب اجتماع مع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين الذي عينته المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة. أكد أن الصين تعتزم أداء هذا الدور مع الاحترام الكامل لدول المنطقة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. سعى
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف حول حالة الأطفال في أفريقيا في مواجهة التغيرات المناخية. وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن الأطفال في أفريقيا معرضون لخطر كبير لتأثيرات التغيرات المناخية بناء على تعرضهم للصدمات المناخية والبيئية مثل الأعاصير وموجات الحر، فضلا عن مدى ضعفهم أمام تلك الصدمات، مضيفة أن الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ونيجيريا وغينيا والصومال وغينيا بيساو هم الأكثر عرضة للخطر. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن معارض أهلا مدارس هذا العام سوف تكون بحد أدنى 3 معارض في كل محافظة، مشيرة إلى أنه في بعض المحافظات سوف تصل إلى 5 معارض بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة. وأوضحت الوزارة أن السلاسل التجارية سوف تشارك بركن أهلا مدارس لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية. للعام 8 على التوالي مع بداية العام الدراسي الجديد ينطلق معرض أهلا مدارس 2023-2024 في جميع المحافظات. هنا في محافظة الغردقة افتتح المعرض بأسعار مخفضة حيث يضم 20 عارضا لمختلف الأدوات والمستلزمات الدراسية. المعرض يضم أكثر من 20 عارض للسلع الغذائية والمكتبية والشنط والأدوات المدرسية والملابس بتخفيضات تتراوح من 15-20% على كافة السلع المعروضة، وخاصة بداية من الكتب الخارجية التي تخص المدارس تخفيض 15%، السلع الغذائية من 20-25% بنفس الجودة الخارجية. بالنسبة للأسعار بتبقى أسعار فيها تخفيضات في متناول لجميع الطبقات، وبيبقى فيها زي وفيها كتب وفيها كل حاجة طلبها بيطلبها الطالب في المدرسة تخفيفا على أولياء الأمور من الأسعار ومحاربة الأسعار العالية. ويمثل المعرض فرصة ذهبية لأولياء الأمور لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، فضلا عن دعم الصناعة المحلية، حيث يحتوي المعرض على كافة المستلزمات منها الملابس والأدوات والحقائب المدرسية بالإضافة إلى الكتب الخارجية. ومحافظة بني سويف كانت على موعد أيضا مع المعرض الذي يلبي احتياجات الطلاب من مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية. المعرض شامل كل المستلزمات المدارس، سواء شنط سواء أحذية سواء كتب داخل خارجية أو كشاكيل. بصراحة نشكر السيد الوزير المحافظ على توفير مستلزمات المدارس بالأسعار المخفضة دي. الحقيقة لقينا أن أقل أسعار متوفرة هنا في المعرض، وبنشكر السيد المحافظ والسيدة السادة القائمين على المعرض أن هم بيقيموا المعارض دي سواء كان في رمضان أو في المدارس عشان توفر الأسعار بسعر قليل. المعرض يأتي كمبادرة ملموسة من الدولة لتخفيف العبء المالي عن كاهل الأهل في بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بتوفير تخفيضات تلبي احتياجات الطلاب وتسهم في تمكينهم من بداية دراسية ناجحة. اختتمت فعاليات تدريب معلمي ومديري المدارس بورشة للبروفيسور سوجيتا الذي يعتبر الأب الروحي للنظام التعليم الياباني توكاتسو. شهدت الورشة مناقشة الأنشطة المختلفة وكيفية الاستفادة منها في تحقيق الأهداف المرجوة. بعد 3 أيام من انطلاق تدريب معلمي ومدير المدارس اليابانية، اختتمت الفعاليات بورشة للبروفيسور سوجيتا الذي يعتبر الأب الروحي لنظام التعليم الياباني التوكاتسو، حيث شهدت الورشة مناقشة الأنشطة المختلفة وكيفية الاستفادة منها في تحقيق الأهداف المرجوة. أنا
حاجة إن أنا يعني قلت يعني كنت عايز أوجهها للمصريين وإن هم بالفعل ينفذوها هو تغيير وطنهم وتشكيل مستقبل الوطن بشكل يعني يخلي مصر تتقدم بشكل كبير. الشكل اللي احنا عايزين نعمله ونربيه في مدارسنا وفي الشعب المصري أو الطفل المصري، أول حاجة احترام طبعا الآخر، ثانيا تقبل الاختلافات المختلفة. ما ندهمش معلومات، بنديهم أدوات وآليات ووسائل علشان يقدروا يخلقوا بيئة تعليمية صحيحة، بيئة تعليمية محفزة الطالب فيها يقدر المعلم من خلال البيئة دي انه يخلق سلوك مطلوب عند الطالب او يخلق مهارة مطلوبة عند الطالب. كنا حريصين في خلال الثلاث ايام ان احنا نطبق سيميوليشن للانشطة اللي هم اتدربوا عليها في التدريبين السابقين في شهر يوليو وشهر اغسطس. كانت اليوم بيتقسم ان هو جزء نظري بيراجع على الحاجات اللي هو اخدها قبل كده، وبعد كده بيتقسموا الورش. الجولة الثالثة دي كانت مهمة جدا عشان حاجتين اتنين، اولا عايزين نعمل توحيد للمفاهيم بين الثلاث محافظات وبين كل القاعات، تاني حاجة احنا كنا عايزين نقدم ورش عمل وتطبيق عملي وتعارف وتبادل خبرات بين جميع المعلمين الموجودين في المحافظات المختلفة. إشادة من المعلمين ومدير المدارس على مدار أيام التدريب والذي يسعى لتطوير التعليم وبناء الإنسان من خلال نظام تعليمي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الذاتية والمستقلة. التكسب هنا علمنا حاجات كتيرة، إيه هي؟ إزاي نتعامل مع التلميذ في الفصل، وإزاي ننشئ جيل يعني حسن الأخلاق. خلاص تكاتسو اللي هو تطوير اسلوب حياه افضل. احنا اتعلمنا بقى ان احنا هي عباره عن ممارسات بيكتسبها التلميذ من المدرسه وبعد كده يطبقها في البيت وبعد كده للمجتمع، فبالتالي ده هيطور اسلوب الايه الحياه للافضل. اتعلمنا ان التعليم دلوقتي مش زي الاول ان هو تلقين بس، ان انت بتقعد تدي للطالب معلومات وبس، لا ده بقى قايم على حاجه اسمها متعه التعلم، يعني التلميذ بيستمتع وهو بيتعلم الحاجه دي، فبالتالي ما بينساهاش. مش كده وبس، ده بيطبقها كمان في حاجات تانية، يعني بدل ما كان بيحفظ جدول الضرب 2 في 2 ب 4 لا ده هيطبقها في حياته العملية بشكل مختلف. يأتي تنفيذ المشروع بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجايكا اليابانية، ويشمل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية بقرى حياة كريمة، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تطبيق النظام في 30 مدرسة بمحافظة البحيرة والمنوفية والدقهلية. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. اختتمت فعاليات الدفعة 11 ضمن البرنامج التدريبي فاليو الذي يقدم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. البرنامج يستهدف الاستماع لأفكار ومقترحات الشباب بخصوص المبادرات التي يمكن تطبيقها بشكل فعلي داخل قرى حياة كريمة من خلال عقد ورش عمل مختلفة. ويشارك في هذه الدفعة من برنامج فاليو 400 طالب وطالبة من 12 جامعة، حيث يسعى لتدريب الطلاب على المهارات الحياتية وتنظيم الزيارات المدنية وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في شتى المجالات، بالإضافة لتدريبهم على قيم التطوع. خلال الثلاث أيام دول تعلمنا حاجات كتير، منهم إزاي نبقى قيادات صالحة، وأول يوم لنا تكلموا معانا إزاي نتعامل مع المشاكل ونحل مشاكلنا وإزاي نبقى ناس كويسين في البلد. أكتر حاجة يعني شدتني الحياة هنا إن النماذج اللي إحنا شفناها، الناس اللي موجودة هنا في الأكاديمية هم الناس اللي بتحضرنا، هم نماذج أنت عايز تبقى زيها. أول حاجة البرزنتيشن سكيلز طبعا في أي مكان لازم إن أنا بقدم، فبيخليني إن أنا أخد ثقة في نفسي وأعرف أتكلم، دي بالنسبة للبرزنتيشن سكيلز. المشروعات القومية بعرف تاريخ بلدي وبعرف ايه المشروعات اللي مصر بتقوم بيها. اتعلمنا من ساعة ما جينا بنتكلم عن البرزنتيشن سكيلز والسوفت سكيلز عامة، بنتكلم ازاي نقدر نعمل ماركتينج لنفسنا، ازاي نظبط سي في كويس، ازاي اقدر اعرض الحاجات اللي انا متعلمتها اوريدي في مجال دراستي او شغلي عامة، الدنيا ماشية ازاي. اول حاجة اتعلمتها طريقة التواصل، ان ازاي اتواصل مع اللي قدامي ولو عندي اي حاجة ازاي اقولها له. وتاني حاجة اتعلمتها تسويق الذات، يعني ازاي اسوق نفسي واطور من نفسي. وتالت حاجة اتعلمتها عرفت المشروعات القومية اللي كانت قايمة واللي اتنفذت والحاجات دي. النهاردة اليوم الختامي، هما جم هنا 3 ايام. احنا البرنامج بتاعنا عبارة عن 3 ايام، منهم 3 ايام في الاكاديمية الوطنية ومنهم زيارة ميدانية لمدن حياة كريمة، القرى بتاعت حياة كريمة، عشان يشوفوا الحاجات اللي حصلت بالفعل مش يبقى كلام وخلاص. استفدت جدا من الدكاترة اللي قدموا المحاضرات، حببوني في الموضوع اكتر، قد ايه ان انا اشارك اكتر، ان انا ابقى عندي ثقه في النفس، ايه هي ردود الافعال والافكتس اللي انا اخدها عموما في حياتي.
نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا ومحافظة الغربية قافلة تنموية شاملة في قرية صان الحجر بمركز بسيون. تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 1413 من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، إضافة لتقديم الخدمات البيطرية. شارك في القافلة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، كما شهدت القافلة مجموعة من الفعاليات الخدمية والأنشطة التوعوية والتنموية التي تهدف إلى تنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. وشروق عماد، أهلا بك شروق. أهلا بك سحر، أهلا بك إيمان، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث بمصر، قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث. هذا وأكد هيبة على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري إلى الأسواق العالمية نظرا لجودة التصميمات ومتانة المنتجات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم حزمة من التيسيرات الجديدة للمصنعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 من ألف تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات أيضا ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 71% ليغلق عند مستوى 19,044 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 35% ليغلق عند مستوى 3,844 نقاط، وصعد أيضا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 28% ليغلق عند مستوى 5,619 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أيضا أسعار النفط خلال التعاملات مدعومة باستمرار تجديد المعروض من جانب السعودية وروسيا، وذلك بقرارهما تمديد خفض الإنتاج فضلا عن ارتفاع نشاط قطاع التصنيع في الصين على غير المتوقع في أغسطس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% مسجلا 90.46 دولار للبرميل، كما صعد أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.15% لتصل إلى 87.38 دولار للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 21% لتصل إلى 3 دولارات و12 سنتا للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 95% لتسجل 2.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الإمارات ضخ استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في إفريقيا خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا، وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة التغير المناخي. وقال سلطان الجابر الذي يرأس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 المقررة في دبي هذا العام إنه سيتم تخصيص هذه الاستثمارات لبدء مجموعة من المشاريع للطاقة النظيفة في إفريقيا.
قدمت الحكومة اليابانية وثيقة احتجاج إلى منظمة التجارة العالمية على الحظر الشامل الذي فرضته الصين على واردات المأكولات البحرية بعد تسرب المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية. هذا وأكدت الحكومة اليابانية أن الصين أخطرت منظمة التجارة العالمية وهي الهيئة التي تشرف على قواعد التجارة الدولية بحظرها الطارئ على الواردات، مما دفع اليابان إلى تقديم احتجاجها، مشيرة إلى أن تعليق واردات الصين غير مقبول على الإطلاق، مضيفة أن طوكيو ستواصل مطالبة بكين بإلغاء هذا الإجراء. أكدت وزيرة المالية الهندية تيرمالا سيترامن أن المناقشات جارية بشأن وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة. وأضافت وزيرة المالية الهندية أنه لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بكفاءة دون تعاون لجميع الدول. وقالت سيترامن أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين طرحت القضايا الرئيسية المتعلقة بتنظيم أو فهم ضرورة وضع إطار للتعامل مع القضايا المرتبطة بالأصول المشفرة. انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة التاسعة، وعودة من جديد إليكم سحر وإيمان. شكرا لك شروق عماد. أقامت مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية لتوزيع 2200 مشروع اقتصادي و12 طن لحوم و6000 كرتونة بمحافظة بني سويف. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسات التحالف، والذي يستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلا عن توفير مصدر دخل كل شهر ل200 أسرة من خلال 1000 فرصة عمل. الأجمل النهاردة أن احنا كنا موجودين مع الناس اللي استلمت في المراحل الأولى عشان نشوف إزاي هذا القرض غير حياتهم. شفنا محل للمنظفات، وشفنا نجار، وشفنا كمان ترزي. شفنا النهاردة إزاي قدروا بالمساعدة البسيطة بهذا القرض البسيط أن هم يحولوا حياتهم للأفضل. كمان شفنا النجار اللي فتح بيتين جنب بيته هو شخصيا، بقى عندنا بالفعل تمكين اقتصادي بيتم تنفيذه في المحافظة. هذه المبادرة وهذا التحالف نشأ قويا، وإن شاء الله هيكون له أيادي بيضاء على كل أرض مصر. النهاردة مع مؤسسة أبو هشيمة الخيرية، مع حياة كريمة، بنؤكد على ثلاث معاني رئيسية، هي فعلا التعاون من حيث التمكين الاقتصادي، التمكين الاقتصادي اللي كان معانا معالي محافظ بني سويف على ارض الواقع، ونزلنا على المشروعات على الواقع، اذا كانت نجاره، اذا كانت ترزي، اذا كانت منظمات صناعيه، اي حاجه. بنقول لاي انسان على ارض مصر الطيبه، حرفي او مهني، ايدينا في ايدين بعض، احنا معاكم. احنا بنبقى موجودين هنا كل شهر، بنسلم في كل شهر 200 مشروع، وبنسلم كمان طرود غذائيه ولحوم. احنا النهارده اليوم مختلف ليه عن الشهور اللي فاتت؟ اليوم مختلف عشان احنا نزلنا للمشروعات في مكانها، بدأنا نشوف ايه نتيجة اللي احنا بنعمله ده. النهاردة استلمنا مشروع من التحالف الوطني، واحنا بنشكر الرئيس والدولة جدا، لانه المشروع ده هيبقى مصدر رزق لينا ولأسرتنا الكريمة. استلمنا النهاردة مشروع من التحالف الوطني، وان شاء الله يكون دخل لينا ومعاناة لينا ولأسرتي، وان يعيننا على المعيشة. ولأن نتحول الى الشأن الرياضي في هذه النشرة، نعود للمتابعة من جديد مع شروق عماد. تفضلي. شكرا لكم إيمان وصحر، أهلا بحضراتكم، وجولة رياضية جديدة لنشرة التاسعة. حققت اللاعبة ملك خالد، لاعبة نادي المؤسسة الرياضية بالهايك ستيب، المركز الأول، وحصدت الميدالية الذهبية بعد مشاركتها ضمن قوائم المنتخب القومي للخماسي الحديث ببطولة إفريقيا التي نظمت فعالياتها مصر. ونجحت اللاعبة بذلك الإنجاز في حجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024، كذلك المساهمة في تحقيق مصر المركز الأول على مستوى البطولة الإفريقية لفرق السيارات.
السيدات. وفي سياق متصل، حقق لاعب نادي طلائع الجيش عبد الله ممدوح المركز الأول، وحصد الميدالية الذهبية في مسابقة وزن 75 كيلوغرام بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي للكاراتيه في منافسة بطولة إفريقيا تحت 21 عاما والتي أقيمت فعاليتها بالمغرب. كما حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية المشاركين ضمن البعثة ذاتها 11 ميدالية متنوعة من إجمالي رصيد البعثة المصرية، والذي وصل إلى 37 ميدالية، مما أسهم في حصول مصر على المركز الثاني بمجمل مسابقات البطولة. تشارك مصر في 9 منافسات في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقرر إقامتها في مدينة هيراكليون باليونان خلال الفترة من 9 حتى 16 من سبتمبر الجاري. وتشارك مصر في رياضات كرة القدم والخماسي الحديث والمصارعة والغوص والإنقاذ والتجديف والكرة الطائرة والكاياك والكاراتيه وكرة السلة. أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية عن مواجهة الأهلي للفائز من المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي بالدور ربع النهائي. ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة السعودية ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 من ديسمبر المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وتقام البطولة خلال الفترة من 12 وحتى 22 من ديسمبر المقبل، وتجرى مبارياتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ميرانه استعدادا لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي في المباراة المقرر لها يوم 8 من سبتمبر الجاري في الجولة 16 والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا والمقرر إقامتها بكوت ديفوار. كما سيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية مع نظيره التونسي يوم 12 من سبتمبر باستاد الدفاع الجوي. يواجه غدا المنتخب الليبي نظيره منتخب غينيا الاستوائية في إطار مواجهات تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وتعد هذه المواجهة حاسمة في تأهل المنتخبات إلى نهائيات كوت ديفوار. انتهت جولتنا الرياضية، وعودة من جديد إليكم إيمان وسحر. شكرا لك شروق. شهدت مدينة فايد عرضا لفرقة ملاوي للفنون الشعبية وفرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية وفرقة دولة فلسطين بفولكلورها الوطني، وذلك بحضور آلاف المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم بالعروض المقدمة من فرق الفنون الشعبية. يأتي هذا ضمن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، حيث تقدم 17 فرقة مصرية وعربية وأجنبية عروضها في الدورة 23 من المهرجان. بنحتفل اليوم بالمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية. زي ما حضراتكم شايفين احنا استعدنا من بدري جدا للمهرجان بحيث ان هو ينال اعجاب كل الحاضرين والفرق المشاركة في المهرجان. مركز فايد من المراكز المميزة اللي دايما لازم المهرجان لما يكون في محافظة الإسماعيلية ينزل مركز فايد. النهاردة احنا عملنا حاجة جديدة في المهرجان بان احنا قدمنا برضو فرقة الفنون الشعبية لأبنائنا من مركز فايد ونالت الاستحسان، وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للمهرجان ودايما مستمر تحت رعاية معالي السيد الوزير على أرض محافظة الإسماعيلية ومركز مدينة فايد. النهاردة احنا بنجتمع مع أهالينا، حضرتك شايف أكتر من 1000 بني آدم موجودين بيحتفلوا من أطفال ومن كبار ومن شباب، ودي حاجة جميلة قوي احنا بنشكركم عليها وبنشكر القائمين على المهرجان. إسماعيلية من أول المحافظات اللي هي بيبقى فيها المهرجان من الفنون الشعبية. طبعا المهرجان مش بس قائم للفرق الفنون الشعبية في مصر، لا ده لكل دول العالم، مش الدول العربية بس، كمان الدول الأوروبية. هلا مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية ومرة أخرى شروق عماد. شكرا لكما وأهلا بحضراتكم، وآخر وقفتنا لهذا اليوم للتعرف على أهم درجات الحرارة محليا وعالميا.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة 37-27، إسكندرية 35-24، مطروح 33-23، بورسعيد 34-25، إسماعيلية 38-24. أما عن السويس 38-24، العريش 35-24، طابة 36-26، شرم الشيخ 40-27، الغردقة 40-27. الأقصر 43-24، أسوان 44-27، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 39-29، حلايب 35-28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه الدولة، ويؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات. خلال قمة أفريقيا للمناخ في كينيا، مدبولي يؤكد أهمية تمويل المناخ لتحقيق التعهدات الوطنية للتعامل مع تغير المناخ. الهيئة الوطنية للانتخابات تستكمل الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ختام نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك يا إيمان؟ ازيك يا سحر؟ عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. تابعتوا النهارده المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية؟ اكيد طبعا. كان مهم اليوم جدا، يعني النهارده في احداث كتير على ابرزها طبعا المؤتمر العالمي الاول للصحة والسكان، وفي كل مرة يعني بتكون فرصة للرئيس ان هو يسلط الضوء على قضية الأزمة السكانية وقد ايه هي معوق امام التنمية. لا، وكمان الرئيس النهاردة قال فكرة رائعة جدا، قال انه احنا نقدر نحول الهجرة غير الشرعية الى هجرة مشروعة بالتنسيق ما بيننا وما بين الدول اللي عندها انخفاضات في معدل المواليد وبالتالي بتحتاج الى موارد بشرية اكتر، فنقدر نخلق تنظيم ونقدر نخلق تعاونات وما الى ذلك، فلا يضطر الناس لهجرة غير مشروعة. وعندها انخفاض في العمالة. بالضبط، عندهم انخفاض في العمالة يعني، فهو محتاج ناس، فبدل ما نروح بشكل غير مشروع تقدر مصر انها تنظم كل هذه المسألة، سواء اذا كان بقى للعمالة المصرية او لغيرها من الجنسيات اللي ممكن يبقوا محتاجين فعلا ان هم يسافروا يجدوا فرصة لائقة للعمل، ومن ناحية تانية هذه الدول زي ما كنت بتقولي محتاجة ناس. بالضبط، واهم حاجة ان هم هيروحوا عارفين هيشتغلوا ايه. طبعا خلاص، المسألة بقى منظمة وبقيمة وبكرامة وبشكل لطيف ومحترم، يعني يا رب. توكلنا على الله. أشكركم أولا وأستأذنكم ثانيا في أن احنا نبدأ فقراتنا. شكرا.